بنحلم بزمن أجمل بلاد ميلاد بلاد ميلاد بنحلم بفضاء موسع بنحلم بزمن أجمل بلاد ميلاد بلاد ميلاد ممتد لحد حدود حدود الحد وطن لا فيه هم لا غم فقط نسعى وطن ممتد لحد حدود حدود الحد وطن لا فيه هم بلاد حد الشمس والضوء نحلق ما يحتنا جو نقيل فيها مرتاحين وريحة البن نتاوق لها مستنين يمر فنجان علينا نتكفى ونضار الدمع بالفرحة نغني على بلاد سمحة نحلم كم حلم مفتوح بيطلب صباح الروح صباح شنو يا معلم رمضان؟ ايوه العمال دي اللي انتهوا من صب الاعمده والسبتينج تانك قول لهم المعلم قال لكم بديكم اليوميه الدبل 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 الله يكتر يا معلم ما الدبل اللي بتفكر فيه عمك رمضان مربوط بجمطه بس انت اصلك ما عارف الحكايه شنو اصل الحكايه؟ جماعه بنيت لهم اوضتين وصاله وصالون بمنافعه أظن بعد ما شطبت الميزانية حقتهم شطبت قاموا أدوني جزء من الحساب والباقي تموه لي مرة أم الأولاد يا معلم مرغني
الصباح ورجعوا على المسا لحد ما تاني. اعمل ايه يا خلاص؟ اعمل ايه؟ اعمل ايه مع الحياه اللي بقت كلها بدايات؟ العمل، العلاقه مع الناس، التعود على الظروف. الواحد بيطلع وبيرجع وكل حاجه بشوفها بيفتكر كانه بشوفه لاول مره. لكن يا يوسف دي غربة كم سنة؟ فعلا يا خلاص دي سنين طويلة. سنين طويلة وبس يا يوسف. نحن من شهر العسل وحياتنا في البلد دي بقت زي الضيف، عشان كده أجيال بكاملة اللي تحاول تتعرف عليها بالشبه والذب، وأقرب مشوار اللي يكون معك دليل. تعرف يا خلاص لما اقتربنا افتكرنا حندفع ضريبة الغربة هناك برا، لكن لما جينا راجعين عرفنا انه في ضريبة تانية لازم ندفعها هنا. قاعدين قاعدة رومانسية وخلين بنتكم الوحيدة جوا براها. وانتي صاحية لسه؟ تعالي ونسي مع بابا شوية، أنا أجيب لكم شاي بلبن مع كيكة لذيذة عملت عليكم أنا. أوكي. أجمل حاجة فيك إنك مصالح مع نفسك. يا زول بشوفك بالصباح كده وأنت لابس الطاقية بتاعت السعف، لبس الشغل والطين ومعلق في الحيطة، ما بتخيل أبدا إنك أنت ممكن تكون بالسقافة والوعي. تعرف مرة أنا وعمك رمضان ده معانا جوغة من العمال كنا شغالين في بيت ضخم، وشي مرمات معلق لك في الحيط، شي مرمات وشي ما بعرف نقاشة، شغل تقيل جدا جدا. المهم لما انتهينا رجعنا البيت بالليل كده، أنا قلت أمشي أحضر مسرحية المهرج. مشيت بالصدفة لقيت لك الراجل القاعد جنبي مجاورني صاحب البيت اللي كنت شغال معه، شغال لي في بيته. ما بتتخيل حصل شنو، الأسرة دي طلعت برا جوا المسرحية. تصور بعدين لقيت لك يا اخوانا ده الزول الجبال كان معلق في الحيطان ومشعلق ولابس له طاقية بتاع السعف، وهسه لابس له بدلة سفاري وبيتكلم عن الماغوط ومصطفى أحمد الخليفة وفكرة السودنة في المسرح. معقول بعد شوي بقيت المسرحية أنا ذاتي؟ مرة مشيت معرض تشكيلي فلقيت لك الشباب بيتناقشوا لك على السريالية والتكعيبية وما بعرف فانجوخ. المهم بعد انتهى النقاش وانا طالع كده لقاني واحد من الشباب قال لي لو سمحت يا استاذ الاخ تشكيلي. قلت لي هاي تشكيلي. لكن انا برسم بالخيط والمسطرينه والتخشينه، ما برسم في لوحه 20 سنت في 20 سنت ولا قطعه قماش، انا برسم في الفضاء، برسم لوحه كبيره بيوت وعمارات. اخوك بنا. تعرف يا معلم مرغني، الناس لما اقول لهم انا شغال مع معلم جامعي وبيعمل في ماجستير ما بصدقوني، بقول لي يا رمضان يا اخي ما تخليها حلوه شويه. بقول لهم يا اخوانا بدل ارميني بطوبه ولا مسترين بدينا كلمه كلمتين نستفيد منهم في حياتنا. بقول لي يا رمضان انت مجنون، الكذبه خليها شويه حلوه ما ترميها قدر كده. معاهم حق يا اخي، اذا كان هم متعودين على زمن عمك رمضان. انتوا الخير والبركه يا عم رمضان. زمانك الولد لما يفشل في المدرسه بيقول له اتعلم لك صنعه امان من الفقر. الناس كانوا خايفين اولادهم يفقروا، ما مهتمين بالتعليم، لكن انت خليت المهنه دي مهنه المتعلمين. يا راجل يا فنان، انتوا حيطان البلد دي وبيوتها ما بنيتوها انتوا. الحيط انسترت معاي بالليل لما نجي راجع البيت، ها بيسندني ما اقع. انا اقوم امشي يا معلم. معلم رمضان الليل عندنا شغل كثير، ما تتوصل على العمال. عمك رمضان ما بيتوصل. يلا يا شباب يا اخوانا انتوا الخشب ده لسه حولتوه. عربي 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 الكوبري القديم، عربي 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 المستشفى، عربي 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 السجن، عربي 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 عرب
عربي 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 الكوبري القديم عربي 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 المستشفى عربي 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 السجن عربي 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 اطلع اطلع عربي 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 ايوه يا علوية الكوبري القديم عربي 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 المستشفى عربي 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 السجن يا اخي عربي عربي بالله دكتور يوسف وبنت لينا معانا لا ده خبر سار جدا والله انا باسرع فرصة اكون معاكم في البيت قبل ما تيجي البيت تخشى السوق سامع الكلام ده موز وبرتقال وتفاح عربي 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 الكوبري القديم عربي حاضر حاضر النمره يا ميسره والله انا عندي امر ضروري جدا في البيت ما حقدر اطلع طيب نسيبك فعلا نسيبي معي في البيت لكن انت عرفت كيف يا اخي نسيبك ونمشي للغيرك في الصف يا اخي في النمره يا صافي الدين خش انت يا اخي يلا يلا عربي 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 لا ذكية وشاطرة من انت صغيرة يا سارة والله يد في البيت في المدرسة مع الناس من حولك واكيد حتكوني ذكية في اختيار شريك الحياة ان شاء الله يا خالة ان شاء الله انا يخيلي انك خلصت الجامعة مش كده طبعا بقرا الايام دي في محط كمبيوتر بحاول في الفتره الجايه اعمل تريننج عظيم عظيم جدا بالمناسبه امي قبل ايام كانت معانا في البيت وانا بسالها عنكم يعني عرفت انه في شاب اتقدم ليك ومنتظرين راي الخال العزيز طبعا من وين الشاب ده يا ساره ود عمتي يا خاله عمتك دي اللي زوجها كان شغال في سكة حديد؟ لا لا دي عمتي آسيا جو من البلد قبل سنتين اشتروا بيت هنا في الحاج يوسف المهم اقعد معاه ونشوفه وابن الناس ظاهر ما محتاج لتوصية وفي النهاية الموضوع ده يا سارة بتحسم قناعتك انت زمان الموضوع ده كانت كده يعني بتتم ب كسر رقبة عن إذنك يا خالو تفضل يا بنتي يا علوية أيوة يا سارة صدقيني يا سارة ما عندي أي طريقة أجهزها لأنه عندي مواعيد مهمة جدا جدا وشغل حابدة فيه بكرة الصباح مرغني بالله أي مشوار وراك الغيب خالي يوسف مع ناس في البيت قال داري شوفك وتعرف عليك يا اخي اسمعني مرغني بالله يطلع لي من حكايه الاسمنت والمقاولات دي انت عارف انه اي موضوع من غير خالي يوسف ما بيبقى بعدين يا اخي خالي يوسف ده كل الايام بيقضيها برا شنو خلاص ما تتاخر والله زمان يا ميسرة الحمد لله دنيا أيام بالله كيف الشغل ماشي معكم والله الحمد لله لكن أقول لك حاجة الحفلات بقت أكثر من الركاب الحديد ملى البلد لكن ما أظن يتملى بالسواقين زيك أنا يخلي يا ميسرة أنت كده في حياتك كده يعني ما وقفت قدام شرط مرور وعمل لك مخالفة وقطعك إيصال لا 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 الحمد لله الحمد لله وكان اقول لك شيء بيعرفوني تمام عم ميسر في اللفات في الصواني في اي حته والله حي تمام وبرضه ما اظن واحد قدامك وقف وانفعل وقال لك امشي يا ابن لا 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 اسكت دي شفت اللي سال في الشوارع دي والله حاجه مؤلمه جدا للاسف كترت بعدين تعرف في سواقين اليومين ديل بتاعين حفلات جن وجن ديل الواحد عاوز في الساعة الواحدة يعمل لي 10 فرن أهون إحنا الكبار ديل بنعايل لهم وصابرين وبنقول حبل المهلة يربط ويفضل الله فعلا حبل المهلة يربط ويفضل دنيا الزمن ده فعلا متسارع إيقاعه صعب يتفضل يا أخوي والله لو ما العربية جبتها لنا يا أخوي أنا ما بعرف حالنا كان بقى كيف الله يديك العافية ويزيدك من نعيمه تفضلي يا لينا يا بنتي تفضلي يا ميسرة
حنزيكم يا اخواني دقايق وبجيكم. لو المطبخ امشي معاك يا عمته. لا والله اقعدي يا بنتي. قال لك شنو؟ قال قريب من البيت جاي. جاي ود ناس ومهندم ولا جاي بهدوم كل ملانة تجيبي صوتين دي؟ يا بيت البيت اللي فيه يوسف خالك وبنته لينا ما فيه مقبول الكمساري بتاع ابوك ده؟ عارف الكلام ده ولا ما عارفه؟ شفت الخيام المتحركة دي؟ روح علي تعالي شوف الحاصل شنو. اديني فرصة معاك كده. الأرض دي لأنها طينية وبريرة وما ثابتة ولينا. هاي لازم الأساس يكون متر. هاي. بعد ذاك نديه موية وسقاية ويتمندل كويس. نعم. المهم يعني لو ميزانيتك بتسمح أنا أفتكر إنه يعني ندق الأساس حجر وبعد ذاك نعمل جريد بيم. هاي يا اخي منطقة الجيرال دي فيها طوب احمر على مستوى ده. الحمد لله خالك يوسف يتقدم لك ده تمشي تقولي له كلمة واحدة نحن بعد ده ما بنقدر نستحمل كله صبرنا عليك الزمن ده كله قلنا يمكن تتغير تشوف الدنيا وتعيش زي ما الناس عايشينها كلهم لو بالطريقة دي نحن نستحمل يا بنتي الزود ده جاي يقابل خالك يوسف لأول مرة ما جاي يرفع له وقدح بتعمونا امشي قولي له الكلام ده المرة دي دايرين كلامك يكون صح ما يأثروا فيك البنات ديل ويقول لك دايرين نرجع ودايرين نمشي أوروبا ودايرين نجينا نحن لا الحمد لله خلاص أنا قررت الاستقرار نهائيا يا بشرة يا اخ والله الله يديك العافية والله ما قصرت اشتغلت كثير والحمد لله صبرت وصمت الحمد لله يديك العافية والله شنو يا علوية؟ هاي ابو النسب ده ما وصل ولا شو؟ يا اخوي ما بتكون اخرته زحمة الشوارع انت براك عارف في الوقت ده الخرطوم دي زحمة قدر كيف وشغال في الخرطوم؟ والحقيقة يعني اي من اي يا اخوي شغال في الخرطوم شغال في مكتب تجاري كدي ولا شركة كبيرة لكن والله يا اخوي وظيفته كبيره امشي اقعد مع ساره شويه لا والله يا علويه هي ما بتقصد المطبخ هي بتقصد انه ساره في عمر واحد خلونا نمشي وفضفضوا مع بعض شويه ساره يا بنتي مرقد على الجيران ارتاحي علينا يا بنتي ارتاحي عنزينكم إخواني بس أجيب لكم شوية فواكه كده واجي عنزينكم كان تكلميني بالواضح وتقولي لي أمشي أجير لك عربية لوموزين وأسبغ شعرك وأعمل لك ميك اب وبعدين تعال مرغني أنت قولي نمغ لك كلمة كلمتين وتصنع لك ضحكة ضحكتين لأنه حنعرضك للخال زي الأرجوز الموضوع ما للدرجة دي ليه تدرجة وانتي بتتحفظ علي زي الرهينة لحد ما مو كبسيات وما يمر ويطلع من البيت وطي صوتك بسمعونا اسمعيني انتي مرغني ما بيعرف الكذب المالي الدنيا ده وانا ما بخفي حقيقة ان انا صنايعي وبنا ودي حقيقة انا بفتخر بيها اسمعني لو سمحت اسمعيني انتي لو حياتكم دي مقياس خالك وبتعتبروه انسان ناجح انا برضو انسان ناجح لو عنده قروش انا برضو عندي قروش لو هو انسان متعلم أنا ما فاقد تربوي أنا خريج اقتصاد وعلوم سياسية وبعمل في تمهيدي ماجستير لكن اطمني معك الحجة أنا ما حسبب لكم أي حرج وأنا وخالك الدكتور ده ما حنتقابل لأنه دي رغبتي ما عايز أقابله حقه بدل ما تجيفي كده تدخلي عليهم اكيد حتلقي لكي تمثيليه
حلم كان لازم اصحى منه قبال فوات الاوان. تجري وكان لازم تنتهي. بس العلاقه بين الناس ما بتنتهي بالسهوله دي يا مرغل. ده لو كانت علاقه حقيقيه وصادقه. يا اخي بينك وبين ساره ده وهم. مرات كثيره بالمناسبه مشاعرنا بتخدعنا وتخلينا نجري وراها. اديها فرصه. ناقشها. تكلم معها. تكلمت معها. ناقشتها. ما وصلنا لنتيجه ولا حنصل. شوف دار اقول لك. اساسا الرجل مره دي الخطين متوازيين. لازم يكون بيناتهم في مساحه بتاعت ود تحفظ الشيء الجميل اللي بينهم. اذا انت ما قدرت تحل المشكله دخل خالك ميسره في الموضوع. خالي ميسره. خالي ميسره ده انسان كويس ونواياه طيبه. لكن ظروف الحياه الصعبه خطته في الريف لسنين طويله. تعرف البيت اللي ساكن فيه ده اشتراه له الدكتور؟ الحافله الشغال بها دي برضه اشتراها له الدكتور. كل شيء كل شيء متدخل فيه الدكتور. يا اخي لحد ما اصبحت كلمه الدكتور دي اقوى من كلمه خالي في البيت. تامر غني دكتور يوسف ده حصل قبل؟ انا بقصد في زيارته دي. مثلا في زياراته اللي فاتت. ابدا ولا عندي الرغبه اقابله. يا اخي ده بفسد في حياه اسره كامله يا اخي. بقى بعبع. بقول شنو؟ حقه نكفي الحوار ونمشي نلعب لنا جنب بلياردو. اسمه طبعا قدر ما النقاش يغلبك تقول لي راح نلعب بلياردو. ما بتغير ده كم يوم وكم شهر وكم سنة وأنا ودي والناس دي كلها بتتكلم معاه عشان يتغير ما دار يقتنع. سادة دي بيطينة وسادة دي بيعينة. ود عمتك كان بيجيك من الجامعة عشان يشتغل معاك الدروس بتاعت التقوية. وينه؟ ود عمتك اللي تخرج من الجامعة وقلنا خلاص سلي مكانه ما في زول يشتغل غيره. وينه يا سارة يا بنتي؟ تكلمي مع أمك، تكلمي معي حبيبتي. يا أمي ما تشغلي نفسك بالموضوع ده. ولو أنت ما كنت قلت الكلام ده، أنا كان قلت نفسه. يا بنتي كان زمان في عشم، الليل العشم انقطع وانتهى. الدنيا يا بنتي سمع وشوف يا سارة يا بنتي. البشرف وبملي العين قاعد في الحلة دي من طرف أيكي. والكايس تراب كرعيكي قاعد وموجود. إلا ده والله ده قطر عجيب اللي بودي ما يجي. والله يا بدي تعيشي معاه إلا غسي الهدوم المليانات جيبي سطين ده إلا يسوي لك ظروف في ظهرك. عارفة يا علوية مرغني ده شاب ما بتعوض. مرغني ده إن سواه أربع نسوان بنتي ما فيهن. ليه؟ مرغني ده ما ود أختي أنا. ما مربى على يديني أنا. شاب متميز وشاب خلوق وناجح في عمله وأي بنت بتتمناه وأنا ما شايف واحد أحسن منه لبنتي. مرغني ده ما داير أسمع سيرته في البيت ده نهائي. يا أخي جننتينا. مرة الحافلة الحافلة ومرة البيت 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 ذاته كرهناه. أنت داير تنكر حق يوسف أخوي ولا شنية؟ اشترى لك الحافلة واشترى لك البيت اللي احنا قاعدين فيه ده. أنت عارفة؟ أنا لو ما يوسف أخوك والبيت دي كان زمان ما في داعي. مرات بقعد مع نفسي يا مجدي وأقول أدخل عالم البيزنس. أي وظيفة في بنك في شركة استثمار لها وضع الاجتماعي المميز وبريغة عند الناس. لكن بحس إني بخدع في نفسي وبضغط على روحي وبحلق بيها في مدار ما تخلقت فيه. والله يا مرغني أنت صح. على الأقل بتعمل في مجال أنت مقتنع به وبتحبه.
بس انا والله لما نمشي المكتبه صباح زي المشي علي مشرف. المشكله يا مجدي انا ما بصلح لاي مهنه الا دي. معلش اسف. سارة ما تبكي، انت عارفة انه انا دماغك دي بتعذبني، عارفة اني من يوم ما ولدتك ويوم واحد ما حاولت ازعلك ولا اقول لك كلام يخليك حزينة، بقدر المستطاع كنت بحاول اسعدك. على العموم الحصل حصل والبيكا ما حيجيب فايدة. وعايز اقول لك حاجة، الزواج قسمة ونصيب، إن شاء الله يكون عندك نصيب أحسن من الفات، أنا واثق من كده. عاوز أنصحك، لازم تعرفي إنه المظاهر عمرها ما بتودي الناس لقدام، وإنه اللي عايز يعيش حياته صح لازم يكون إنسان واقعي. سارة بكرة حيكون أحسن. السلام عليكم يا استاذ مجدي. عليكم السلام. الله يرفيك العافيه. الله يخليك. كيف الاخبار مجدي؟ مرغني صباح الخير. كيف اخبارك؟ كيف ان شاء الله بخير. صباح النور. يديك العافيه. مالك بجاي؟ كيف الاخبار؟ الحفله تاخرت ولا شنو؟ ما اظنها تجي ذاته بعد الخير. ليه؟ في زول بيقول ليه الزمن ده؟ ليه شنو؟ انت عارف يكون عمك الوسيله قال يا اخي الافنديه ده خليهم اللي قال لما بتاع الشله في السوق مش عليهم، ولا كمان اصل الشركه ذاته يقول يا اخي الترحيل ده بيرهقنا خلو. تعرف انا اقول لك حاجه، أنا ذاتي ما عمل فيها إنه عندنا زول عيان في الحلة ولا طقطنا مطرة بالرغم إنه الدنيا شتا، ونص الموضوع ده وخش لك على حوض الجوافة ده أنظفه، أقيل فيه النهار ده كله، رأيك شنو؟ أروح أروح أنا عندي شغل قريب من شركتكم. أركب أركب أركب. مع السلامة يا بوي. الله يسلمك يا بنتي. هو كان بوصل لك المحل زي كل يوم لكن شايفة بنات العربية ما حصل إجا. ما مشكلة يا بوي، المواصلات راكدة. خلي بالك تجي راجعة إن شاء الله تلقي البسبوسة. أوكي. إديك العافية. الله يسلمك. يا راجل العربية دي كل يوم والتاني داخل تحيطة ونايم تحيطة ومارك تحيطة، حكايتك شنو؟ أخوي ده ما تعب ورسل القروش من برا واشترى لك جديدة من الورقة، هسه كسرتها مش كذي؟ يا ولية أنا ذاتي ما جيتك جديد، ما تكسر فيني شنو؟ كسر مش كده عليك النبي. سارة غزالي صباح الخير. كيف أخبارك وكيف أخبار الحاج وحاج علوية؟ كويسين الحمد لله. والله يا سارة عارفة زمن الدنيا كانت بخير، الناس بتصل بعض وتزور بعض، لكن هسه المشاغل والجري والوظيفة. لكن أنت مالك بجاي؟ أنا بقرأ في محط كمبيوتر هنا في العمارة دي؟ في الطابق الأرضي. طيب إحنا ما الطابق فوق؟ صحيح؟ يعني لو احتجت لأي حاجة وقفتي في السلم ما زودتي يا غزالة احنا بجي الجهري. يديك العافية. الله يخليك. تسلمي. الله يخليك. والله يا خلاص المسألة دي أصبحت غير معقولة على الإطلاق.
انت عارف انا قبل سنتين اتفقت مع شركة الانشاءات دي عشان يكملوا المبنى. كل المبالغ الطلبوها استلموها على داير البلين. اجي الاقي كل شيء ما انتهى. معقول حكاية زي دي؟ معقول؟ ودخلنا في موال جديد. اعادة تقييم للاسعار، مواد جديدة، اسعار اختلفت وهكذا. معقول انا انتظر سنتين انا؟ معقول؟ هي والله فعلا المسألة دي طالت شديد يا يوسف. لكن كمان قصة تمسك البيت لصنايعية من السوق، مش المسألة دي كانت ما جاية اطلاقا يا يوسف. ده نفس الكلام اللي كان بيدور في ذهني انا. وكثير من الناس غيرك حاولوا يقنعوني. لكن انت ان شاء الله حتمشي وتشاهدي البيت وتشوفي الفرق تمام. نحن ننتظر لينا ونمشي كلنا مع بعض. يا محاسب الصدف ويا صدف المحاسب، شركتنا طبعا فوق، يعني تجي تعمل تريننج وتزداد خبره ده كله علينا احنا، فما في مشكله. بعدين مساله تعيينك ده دي مساله شخصيه حق ثانيه. انت كالعافيه والله. عارفه يا ساره المساله لانه الوظيفه مهمه جدا، لانه زول بعد 60 سنه يقعد في المعاش وحنشوفك ضروري مش؟ اكيد طبعا. الله يخليك. خليت عن الشركة الظاهر كنت على حق. انتوا عارفين مرغني ده بيعمل في رسالة ماجستير عن الاقتصاد. معقولة يا يوسف؟ وشنو علاقة الاقتصاد باللي بيعمل فيه ده؟ عارفة انا مهدي كم؟ 3000 في الشهر. اضرب الثلاثة في 12 بكم؟ 36,000 ده في السنة، ده غير البدلات والفروقات. كويس؟ أنا أقول لك حاجة، هسه أنا مدكن تحت داير أشتري ركشة، عارف الركشة في اليوم بتدخل كم؟ 20 جنيه، أضربي 2 وين الاثنين هي؟ 2 في 3، 2 في 3 بكم؟ 600 في الشهر. 600 في الشهر، اضرب ال 600 اضربيها في ال 12 شوفي بتعمل كم قروش. ده غير انا عندي في البيت تلفزيون 37 بوصه، ثلاجه 12 قدم، خير باسط. ما تشوفيني كده بالمناسبه، وحكايه تعيينك دي زي ما وريتك. ده شنو ده؟ فاتوره؟ انت اصلا بتجيب حاجه غير الفاتوره؟ بس فاتوره؟ انت عارف ان المشكله الاساسيه نساي. انا عندي نساي انا يا اخي. عيني الفاتوره ب 20، انا معي 3 جنيه بس، حركب برش عشان امشي للبيت. سلفيني 20 برجع لك بعد عمر طويل ان شاء الله برجع لك. سلف.
دي صحة العادة. بعدين تعالى. نمشي. اللي بعرفه عن الاقتصاد هو اقصى توظيف للامكانيات لتحقيق اقصى فائده. وانا امكانياتي خيط ومسطرينه وميزان، واذا ما عرفت اوظفهم بكون اقتصادي فاشل. انت اخر واحد في الشارع يا مراني. يا ريت يا دكتور. انا جيت يا مرغني وما عندي فكره محدده عشان اعمل شيء. معي اموال يعني زي كثيرين بيرجعوا للبلد بعد سنين طويله وما عندهم فكره محدده يعملوا شيء. حتى لو كان عندهم الفكره في احيان كثيره ما بكونوا قدر الفكره وقدر تنفيذها. سنه اثنين ثلاثة أربعة وتبتدي الأموال والأحلام تتسرب وما تفضل إلا كلمة واحدة دي بلد شنو. مع إنه البلد بريئة يا مرغني. مرغني إيه رأيك نعمل شركة إنشاءات ومقاولات؟ الأموال المعاي كنت حادخل بها السوق في مخاطرة. الفشل بحيطة من كل جانب. حتكون معاك انت. نخط ايدينا مع بعض. وانا واثق من النجاح. لانه عوامله متوفرة. واولا انت. عشان انا ما داير اقول دي بلد شنو. تعرف يا مرغني نعمل شقق تمليك مجموعة سكنية صغيرة. نعمل لنا شركة عنوان الثقة والأمانة والمسؤولية. فوق ده كله الجمال. وأكيد الجمال ده موجود طالما الأيدي المبدعة دي موجودة. شكرا. سارة يا بنت ما ترد على التلفون ده. الله يا سارة يا بنت نسيتك. كنت قاعدة مونساني ونسيت انت توظفتي. الله يديك العافية يا سارة يا بنتي. ألو أهلاً يا يوسف يا أخوي. كيفك؟ أحوالك؟ الأولاد إزيهم؟ إن شاء الله كويسين. وشنو الحكاية؟ ما تكرر رجعت لي حاج يوسف دي ثاني يا أخوي. لينا اتقدم لها شاب وحيجيب أهله الليلة ويجونا. فأنت وسارة وميسرة ما تتأخروا إطلاقاً ها؟ إن شاء الله نكون معاكم يا يوسف يا أخوي. وألف ألف مبروك مقدم ليها. أها مع السلامة يا أخوي. عاد بيناسب يوسف اخوي ده تلقاه مدير ولا سفير ولا وزير. الله يهنيك يا لينا يا بنتي. عقبال لك كده يا ساره يا بنتي. غزالي ده يكون هايش وكباب درايش. ميسره يا علويه ما تسرعوا يا اخوان خلونا نمشي. دي الدايرة فيك يا علوية، لكن للأسف ما كنت عاوز تكون بالشكل ده. آخر 10 جنيه في جيبي، هسه يقول لك حق البنزين ونعمل شيرينج بنزين.
السلام عليكم. وعليكم السلام. اهلا يا غزالي. كيف؟ تمام؟ يا علوية قل لأخوك مبروك. الله يبارك فيك. يا سلام يا علوية، شاب ممتاز. أنا مما شفته حسيت نفسي كده أنا قدام شاب مختلف، ما بيشبه كثير زيه من الشباب. للأسف دي لاقوني في خارج السودان وداخل السودان للدرجة إنه فقدوني الثقة فيهم. والعريس ده من وين يا أخوي؟ وشغال شنو؟ يوسف يا يوسف. ها؟ يوسف يا جماعة ده وصلوا جدا. يلا مبروك يا يوسف. مرغن والدختي ده شاب متميز، مثاله نادر. ابوي ابوي
صوتي.